السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نوريكم كيفاش نديرو نغسلو الفخار اللي عندنا في الدار، يعني كما قدور هادو، وكيفاش نديرو نغسلو وكيفاش ندير. اولا قبل كل شيء نبدا لكم نعطيكم نصائح يعني هامة جدا. هذه شوف احنا كيما هذه قدرة تحريرة، ها هي نجيبوها تكون فوق النار، نجيبوها هكاك سخونة هكاك سخونه، وقماش كما هذيك التانه نحطوها تكون مشمخه، نشمخوها باش ما نحطوهاش فوق اي حاجه فوق البوطاجي نخافوا عليه. واش نديروا حنا؟ نفدوها هكاك سخون نحطوه فوق بارد تتشقق. حنا ما نجيبولهاش خضر بلي راهي مشقه من الداخل، نديروا خطره زوج ثلاثه حتى تولي تسيل. صافي رانا عيبنا قدره الاولى، وثانيا باش كي نرفدوها ما نقدروش ثاني نرفدوها كتانا مشمخة هكذا، لا نجيب واحدة هكذا ناشفة كيما هذه ونرفدو ها ونرفدوها، وما نحطوهاش ثاني في الوحدة مشمخة، دايما ناشفة نحطو فوق ناشف ونرفدو بالناشف، ما نديروش حنا تشليقة مشمخة. أول هذا هو النصيحة الأولى. النصيحة الثانية شنديرو حنا كي نرفدوها؟ ما نرفدوهاش من قبل من اليدين، لا كما انا قبيله درت هكايا، لا ما نرفدوهاش هكذا، باسكو ثاني اليدين كي نخرو ليهم كل خطره يتنحاو. هنا شان نشدوها هاك باش نشدوها مليح هاك، ديروا شويه يعني تكون هذه سخونه تشد، على بالكم باللي كاش اللي ما على بالوش باللي الفخار يشد سخانه، بالك وعلى رواحكم يعني ها شوفوا، ونشدوها ونرفدوه ونحطوه في بلاصة يعني ماشي مشمخة، ما فيها لا ما لا كتانة مشمخة. ودوك نبدا كيفاش نديرو نغسلو. هاي عندي هنايا ولا الشحم والملح نحطو هاكا، كاين بزاف لي بغي يذوبو معليش ذوبوه، بصح أنا نقترح هاكا خير هكذا. واش نجيب نديرو هاكا نديرو ونحكو حكو مليح مليح مليح. هكذا دوكا هي كي هذا الشحمه تدخل في اي حاجه تكون الاخرى تبلعها صايي تولي كاع ما. وكي نكملوه كي نكملوه ما نغسلوهش، لا نخلوه يومين. الا كانت سميشه نخرجوا السميشه يعني باش يضربوا شي هواء، وكاع ديك الشحمه تذوب فما تمشي، ولا نخلوه يومين باش تنشف روحها احسن. دوك انا نوريكم في حاجه تبان احسن. ها كما هنا الكسكس، شوف كما الكسكس هنا ما عندوش يدو، كما ماشي راح نردو هاك، لا حنا نشدو هكذا دائما نفورو فوقو ونقلعوه. دوك نوريكم هنا باش تشوفوا الطريقه كيفاش مليح. هكذا يعني طريقة سهلة ماهيش صعيبة عليكم، وفيها نجددو ماعيننا ماشي كل خطرة كل ما يلحق كاين خطرة كاين يلحق رمضان نوضو نجرو نشرو نعاودو نشرو، لا اللي طيبنا بيهم في رمضان عاودو عام الجاي إن شاء الله كيلحق رمضان غير هما بصح يكونو جدد هكذا. هي كيما حتى هادو تاع المرقة حكوهم، سكون خطات نديرهم فيهم مرقه سخونه ثاني يشقوا من الداخل، لازم نديروا لهم ملح والشحم يشدوا ما ثاني من برا ما تنساوش. انا ما قلتش هكا هكا نحكوهم، انا ديجا راني حكيتهم راني غير بغيت نوري لكم هكذا. هذه هي، وما تنساوش التعليقات تاعكم، وما تنساوش تابونيو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.